درجة احنا قاعدين مع بطل عالمي يعني بالمعنى الحرفي للكلمة، إلى جانب طبعا ذهبية كأس العالم وإلى جانب التسع ميداليات السابقة في مونديالات سابقة، احنا قاعدين مع لعيب مصري في حركة مسجلة باسمه في قانون اللعبة. جديد ده بقى كمان، جديد الكلام ده. ايه بقى يعني ايه؟ يعني ايه في حركة بتسجلها باسمك، وايه المعايير وايه المقاييس اللي بناء عليها تتسجل اسماء لعيبة كأصحاب حركات بعينها في الرياضة دي اللي موجودة في الحياة من قديم الأزل؟ حركات الجمباز عبارة عن مجموعة حركات، يعني الجملة الحركية مثلا اللي أنا بعملها على جهاز الحلق أو في الروتين بتاعي بيبقى فيها 10 حركات، ودي بتبقى كلها على بعض هي الجملة اللي بتقيم بيها في الأداء، بحس من الخصومات أو الأداء كل حركة فيها ليها اسم. أوكي. إن أنت تبتكر حركة جديدة أو تصطنع حركة دي بتتسجل باسمك في قانون الجمباز. ابتديت من فترة كده في 2010 كان في رؤية ان ابتدت ابطال عالم بيبتدي يبتكر الحركة، في طبعا ناس قديمة عاملة الحركة اوريدي متسجلة، بس جيت 2010 ابتديت ابص لقيت ابطال عالم عاملين حركات وفي كام كاس عالم كده، ابتديت اشوف ايه ده، دي حاجة مميزة، ده شهرته بتزيد. اعمل حركة باسمه في كتاب القانون الدولي طبعا. في التاريخ بتاع الجمباز طبعا. فابتدت الموضوع اشتغل عليه واجرب ان انا احاول ابتكر حركه، اشتغلت عليها فتره كبيره انا ومدربيني، يعني فتره حوالي سنتين اشتغلنا عليها من 2011. هي دي الحركه بالظبط، هي دي الحركه فعلا. اوكي. خدت وقت ومجهود كبير عشان تطلع، عايز عضلات بطن ودراعين وكتف طبعا، يعني على اعلى مستوى. هي من الحركه من الصعوبه اف دي بست اشهر، دي من اعلى الصعوبات في الجمباز، يعني اعلى الصعوبات. لما اتقيمت من الاتحاد الدولي انا والمدرب بتاعي دكتور اسامه عز الرجال ابتدينا نشتغل عليها ونقدمها في البطولات لمده سنتين. اوكي. السنتين دول اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي ابتدينا بنعرض عليهم في زي فورم كده بتبتدي ان انا عندي حركه جديده ومصورها هو على سي دي وابتدي انفذها وهعملها في البطوله، فبيبتدوا يقيموها وبتبتدي تعرضها. عملتها في حوالي لمده سنتين في بطولات كاسات عالم لحد بطوله العالم في بلجيكا. لما بتيجي تنزل بطوله العالم بقى هنا دي اللي هي ايه، يعني الفاينل ان هي بتدي ينزلها في الكتاب، خدت عليها ساعتها كونفيرم ونزلت ان اول لاعب مصري عربي افريقي سجل اسمه في قانون لعبه الجمباز في تاريخ الجمباز. حاجه الصراحه شرف وانا بعتبرها مراسي يعني. لا طب امال ايه، واي شرف يا استاذ، واي شرف، حاجه جميله جدا. طب